اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدوله بتطوير المنطقه والطرق المحيطه بالمتحف المصري الكبير على اعلى مستوى بما يليق بالمشروع الذي سيكون افتتاحه محط انظار العالم خلال الفتره القادمه جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعه اعمال التطوير بالمشروع حيث تم استعراض المخطط العام لتطوير المنطقه والطرق المحيطه بما يشمله ذلك من تصور لتطوير الطريق الدائري والمباني المطله عليه وطريقي مصر الاسكندريه الصحراوي ومصر الفيوم الصحراوي والمنطقه التي يتقاطع فيها طريق مصر الفيوم مع الطريق السياحي